الشهيد عيد الصانع الترباني الملقب بهبوب الريح ولد عام 1892 في قرية العمارة قضاء بئر السبع، وهو من أبناء قبيلة الترابين كبرى قبائل بادية الشام ومصر. جمع مخلفات الجيش العثماني من الأسلحة وخبأها في صحراء النقب إلى أن اعتقلته قوات الاحتلال البريطاني عام 1922 وحكمت عليه بالسجن لستة أشهر بتهمة حيازة السلاح. لم يطق حياة السجن فهرب وأمضى حياته مطارداً عازماً على الانتقام. شكل مجموعة مسلحة من أفراد قبيلة الترابين قوامها 20 شاباً وشن حرب عصابات على قوات الاحتلال البريطاني في جنوب فلسطين. تميز بمهارته في القنص وبراعته في نصب الكمائن وسرعته الفائقة في الهجوم والانسحاب قبل قدوم النجدات حتى أصبح يعرف بهبوب الريح. رصدت قوات الانتداب مكافأة قدرها 250 جنيها لمن يشير على مكانه. من أشهر عملياته الهجوم على قاعدة الطيران في عوج الحفير، والذي استمر لساعات وغنم منها كميات كبيرة من السلاح. بتاريخ 24 من تشرين الأول العام 35 استشهد هبوب الريح بعد اشتباك استمر حتى آخر رصاصة مع القوات البريطانية التي رصدت مكانه. في عام 1985 خلد التلفزيون الأردني تاريخ الشهيد الصانع في مسلسل باسم هبوب الريح.